أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، وقد استمعنا في هذه الدقائق الماضية إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وذلك في